فوائد شعر الذرة، شواشي الذرة رائعة جدا للجسم. واحد من الأشياء التي قد يتجاهلها الكثير من الأفراد هي شعر الذرة، شواشي الذرة، ما لا تعرف أنه تمتلك الكثير من الفوائد الصحية المدهشة لجسمك حقاً. سوف تصدمك فوائدها حتى تتجنب رميها ووضعها على جانب قبل طهي الذرة. وفي المرة القادمة لا تقم برمي شعر الذرة قبل التحقق من فوائد الذرة الصحية. أراهنك أنك سوف تتفاجأ، فهي عشبة مفيدة تم استخدامها لعدة قرون لعلاج مختلف الأمراض، لأن لها آثاراً جانبية على الجسم، ويمكنك استخدامها في صورة شاي شعر الذرة أو الحصول على كبسولات شعر الذرة من أي متجر طعام صحي. فوائد شعر الذرة: أولاً، تنظيم السكر في الدم. قد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى العديد من المشاكل، منها مرض السكر ومشاكل في الكلى والعمى والسكتة الدماغية، ومن المهم جداً تنظيم السكر في الدم للحفاظ على الجسم والبقاء بصحة جيدة. يمكن أن يساعدك شعر الذرة على خفض مستويات السكر في الدم. ووفقاً لدراسة في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي، عند القيام بتجفيف شعر الذرة ووضعه في الماء المغلي لمدة 20 دقيقة، أظهرت النتائج أن هذه الطريقة تزيد من مستوى الأنسولين ويساعد في إصلاح الخلايا التالفة في البنكرياس، حيث يتم إنتاج الأنسولين. وإذا كنت تتناول أدوية السكر، يجب أن تتحدث إلى الطبيب قبل إضافة شعر الذرة في نظامك الغذائي. تقليل نسبة الكوليسترول الضار: تذكر تقارير المعهد القومي للقلب والرئة أن ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم هو أحد العوامل الأساسية التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب، وهو السبب رقم واحد للوفاة في الولايات المتحدة. وقد اختبر الباحثون في إحدى الجامعات الصينية أن أثر استهلاك شعر الذرة عند الأشخاص المصابين بداء السكري مفيد. وجد أن شعرة الذرة تحتوي على المركبات التي تعزز من الصحة وتقول وداعاً للسكر، ومفيدة أيضاً في تقليل مستوى الكوليسترول الضار ومستويات الدهون الثلاثية. مدر للبول: يعمل شاي شعر الذرة كمدر للبول، مما يساعد الجسم في طرد السموم الزائدة الموجودة في الجسم. وفقاً لتقارير معهد الطب القومي، إن مدرات البول تساعد حماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب الاحتقاني وأمراض القلب والكلى، وتجعلك تتبول أكثر، حيث تمنع تراكم البكتيريا في المسالك البولية والحد من خطر العدوى. غني بفيتامين جيم: شعر الذرة غني بفيتامين جيم، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في منع وقوع الضرر الناجم عن الجذور الحرة والتي تسبب أمراض القلب والسرطان والأوعية الدموية، لأنه يحفز الأوعية الدموية، وذلك أمر ضروري لأداء أجهزة الجسم لدورها بحيوية. يساعد في إنقاص الوزن: شعر الذرة مناسب جداً لأولئك الذين يعانوا من النحافة، لأنهم بحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية من خلال تناول الوجبات الصحية. وعند تناول كوب واحد من الذرة يحتوي على 123 سعرة حرارية. تقليل الإصابة بالنقرس: يمتلك شعر الذرة العديد من الفوائد الرائعة، وهذه الخصائص تساعد في الحد من الألم الذي يرافق مرض النقرس. ويمكنك تجهيز شاي شعر الذرة وتناول 3 أكواب يومياً، وبمجرد أن تشعر بتخفيف الألم يمكنك تقليل الكمية إلى كوب واحد. تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي شعر الذرة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تشمل الألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان. وتعمل الألياف على امتصاص الكوليسترول، في حين تعمل الألياف الغير قابلة للذوبان على منع الإصابة بالإمساك والمشاكل المعوية الأخرى، حيث تعمل على تسهيل حركة الأمعاء، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالقولون العصبي والإسهال، ويساعد أيضاً في الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبواسير وكذلك سرطان القولون. معالجة التبول اللا إرادي: شاي الذرة علاج طبيعي. هذه المشكلة من أشهر المشاكل التي تواجه الأطفال والبالغين أحياناً. شاي الذرة علاج طبيعي فعال جداً في الحد من التبول اللا إرادي، ويوصي الخبراء بتناول كوب من شعر الذرة قبل النوم لعلاج هذه المشكلة. علاج مشاكل الكلى:
يمكنك تجهيز شاي شعر الذرة كعلاج منزلي رائع لمشاكل الكلى، فهو فعال في حالات مختلفة ترتبط بوجود مشاكل الكلى، بما فيها الشعور بألم عند التبول والتهاب المسالك البولية والتهاب المثانة وحصوات الكلى. تعزيز الهضم. شاي شعر الذرة مفيد في تعزيز عملية الهضم وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، وقد أظهرت الأبحاث أن شاي شعر الذرة يحفز إفراز الصفراء من الكبد التي يتم تخزينها في الصفراء بداخل المرارة، مما يؤدي إلى هضم الطعام. التحكم في النزيف. واحد من الفوائد المذهلة لشعر الذرة هو أنه يوفر للجسم فيتامين كاف، وهو من الفيتامينات المهمة للسيطرة على النزيف بالنسبة للنساء قبل الولادة. مقاومة أمراض القلب. وفقاً للباحثين، وجدوا أن شعر الذرة المسلوقة لها تأثير مضاد لتصلب الشرايين على مستويات الكوليسترول في الدم، مما يقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، فهو أفضل وسيلة لزيادة صحة القلب، وذلك لأن الذرة المسلوقة مكونة من تركيبة من الأحماض الدهنية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقاوم زيادة الكوليسترول الضار في الجسم وتقليل فرص انسداد الشرايين وخفض ضغط الدم وتقليل الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. يوفر عناصر غذائية. يعد شعر الذرة مصدر كبير للبيتا كاروتين وفيتامين ب والمنثول والسيلينيوم والنياسين والليمونين، وهذه العناصر النباتية تجعله عنصر مفيد لصحتك. يعالج الطفح الجلدي والدمامل. يمكن عند تجهيز شاي شعر الذرة والتطبيق الموضوعي له أن يساعدك في علاج مشاكل مختلفة مثل الطفح الجلدي، الدمامل، وتخفيف الحكة والألم الناجم عن لدغات الحشرات والجروح البسيطة، لأن لديه خصائص مضادة للجراثيم ومطهرة تساعد في الوقاية من العدوى.